بعيون تعين إشراقة الغد جلسوا على مقاعد دراستهم، وبقلب مفعم بالإرادة مضوا في تحصيلهم العلمي، وبقدرة الواثق تابعوا مسيرة العلم لبناء الوطن، ليكون طلاب الشهباء مثالاً حياً للاستمرار في درب العلم، ليقينهم التام أنه الأداة الأساسية في إعادة إعمار المستقبل. بعرف إنه نحن أو الأطفال يلي هلأ يعني موجودين ما عاشوا شيء حلو بهالحياة لهلأ يعني، بس من لما إنه بلش جيشنا بالتحرير يعني تفائلنا كلياتنا، والله ينصره، ونحن أكيد بندرس لنبني الوطن ونهدي دراستنا لكل منصاب أو شهيد أو أي دم، يعني أي دم شهيد إن شاء الله يكون تحت القصف أو هيك. أنا بدي روح أقرأ مشان أنجح، لأنه نحنا بنات الوطن، نحنا يعني بدوننا ما في يعني الوطن ما راح يبنى، لأنه نحنا إذا قرينا واجتهدنا راح نبني أحلى وطن بالعالم. نحن حنضل على إيد وحدة حتى نعمر سوريا ونرجع نبنيها من الأول، لأنه لو لا يعني نحن الأمل سوريا، وإذا ما اشتغلنا على حالنا هلأ سوريا ما رح تعمل، إنه ما يعني نحن لازم نعمره. نحن جايين لحتى نتعلم رغم كل شيء صار معنا، ورح نضل نجي على المدرسة لحتى نبني مستقبل سوريا، ونحن الأمل المشرق لسوريا، لازم نتعلم مشان نبنيها. أنا طلبة صف 9 بدي أقدم شهادتي للوطن، بدي أعمل الوطن بإيدينا كلياتنا، والشهداء على بموت الله يرحمهم. حكون مهندسة معمار حتى نرجع نحن الجيل الجديد، نحن حنكون أمل لسوريا حتى أنه نرجع نعمل سوريا نحن بإيد وحدة. قل لنا طلاب اللي تركوا الدراسة أنه يرجعوا للدراسة، ونحن نكون عم ننتظرهم مشان ندرس سوا ونتعلم ونبني سوريا مع بعض. بهدي لوطني سوريا، وبهدي لوالدتي ووالدي، وبهدي لكل الأبناء سوريا، وإن شاء الله الله بيصبر أهالي الشهداء، وإن شاء الله نقدر نعمر سوريا بشهاداتنا وبتفوقنا. نحن دايماً العزيمة والإرادة يلي فينا قوية، ومستحيل أبداً أي شيء إنه يضعفها. دايماً نحن رح نكون سلاح سوريا، نحن سلاحنا هو العلم، ولكل إنسان بهذا المجتمع دور. نحن كطلاب واجبنا إنه ندرس بعدين نرفع اسم بلادنا سوريا، هي دايماً مرفوعة، وإن شاء الله نحن رح نعليها أكتر وأكتر. نحن الجيل الجديد رح نخليها أكيد تنبسط فينا، هي أمنا ونحن واجبنا أكيد. لازلنا صامدين عم نرجع المدارس وبندرس، وأكيد رح نتفوق. نحن رح نضل عم نقاوم، ورح نضل عم نصمم، ورح نجي على المدارس، ورح نداوم، ورح نرفع اسم هالبلد بالعالي إن شاء الله، ومو بس السنة، وسنة الجاي واللي بعدها واللي بعدها، لحتى نوصل لآخر المراتب، وإن شاء الله نطلع إنه دكاترة وأي شيء كان إنه نرفع فيه رأس البلد ونرفع فيه رأس حلب. علمتنا نكون نحمي بلدنا ونكون طول الوقت مع وطننا عشان نبنيه ونعمره. وأنا بدي أكون أكبر عشان أبني وطني، وما أخلي اللي دمره أرجع أبني أنا. وبحب أشكر الجيش الذي كحل عيون سوريا بالانتصار. هو الهدف أنه تصمم براسك أنه تنجحي وتنالي أنه شهادات، مشان أنه الجيل اللي رح يجي، وأنه الهدف علمتني الحياة أنه دائما أوقف جنب بلدي وما أتركه، ودائما بدعي للجيش أنه إن شاء الله الله ينصره. استمرارهم في طريق العلم والمعرفة رغم معاناته حلب من ألم الإرهاب ما هو إلا عن طريق معادلة تجمع أطرافها بين انتصارات الجيش العربي السوري على الجبهات، وتوجيه أساتذة عايشوا الظروف لحظة بلحظة، وتصميم طلاب كلهم ثقة بغدهم. هلا بالنسبة نحن أهم نقطة بالنسبة لأطفالنا إن إحساس الأمان، حسوا هنا في مكان آمن، يأمنوا الأهالي، أولادهم موجودة، دائما المتابعة، في عنا الإرشاد النفسي الدائم، لأن فعلا أطفالنا تعبت. توعية الأطفال، صار اللعب يعني لعبهم عنيف جدا، بعد ما كان سندريلا كان باربي، صارت ألعابهم السلاح القذيفة. مثل ما قلتي حضرتك سيدة مريم، خسرت أطفال من 3 أيام آخر طفلة، ونتمنى تكون الأخيرة من الصف السابع، نتمنى ما تتكرر. إيدنا بإيد هالأطفال، بإيد الكادر التعليمي، الكادر التدريسي، شو منقدر نقدم لهم مقابل هالخسارة الكبيرة اللي خسروها، خسروا طفولتهم، فتحوا عينهم على الخوف، على الرعب. هلا هو التعليم هو أساس، لأنه هم مثل ما الجيش عم بيحمي البلد، نحن عم نبني الجيل اللي بده يعمر البلد إن شاء الله، اللي بده يرد على هالإرهاب اللي طال بلدنا وطال كل البيوت وكل العائلات، فنحن نبني جيل بإذن الله نرفع راسنا فيه ويرجع يعيد بناء حلب بقوة أكبر.
لم تكن حلب عبر الزمن إلا حضناً للثقافة والحضارة والاقتصاد والتاريخ، وبإرادة جيل أخذ من حبها عقيدة وإعادة بنائها هدفاً، وبجيش استبسل في الدفاع عنها، ستبقى الشهباء أيقونة للصبر والصمود والإرادة والاستمرار.